السلام عليكم شباب. النهاردة هندرس المحاضرة نمرة 6. أول حاجة في الـ AC Machines، احنا درسنا الـ DC Machines ودرسنا الـ Transformers، والنهاردة هندرس أول حاجة في الـ DC Machines. في الـ AC Machines، الـ AC Machines بتنقسم لـ Synchronous Machine و Asynchronous Machine. سينكرونس يعني متناغمة مع بعض او سينكرونايزد، تمام. احنا هندرس الاسينكرونس ماشين. اول حاجة في الاسينكرونس ماشين او المين ماشين اللي احنا بندرسها فيها، اللي هي 3 فيز اندكشن موتور. 3 فيز اندكشن موتور فيه مميزات كتيرة جدا بتخلينا ان احنا نستخدمه. اندكشن موتور ده ممكن تلاقيه في المصانع، ممكن تلاقيه في الجرارات، ممكن تلاقيه في الاوناش، ممكن تلاقيه في ابلكيشن احنا بنستخدمه كل يوم تقريبا، اللي هو الاسانسيرات. ليه؟ لان هو بيبقى سيمبل، بيبقى تكلفته قليله، سهل ان احنا نعمل له صيانه تو بي مينتيند، وممكن يشتغل على كونستنت سبيد فروم زيرو تو فول لود. بمعنى لو الاسانسير ما فيش فيه اي حد واقف هيمشي على نفس السبيد لو كله متحمل بعدد الافراد. جميل. عشان كده هو اللي بيستخدم بصورة كبيرة frequently في ايه؟ في الصناعة، تمام. construction of synchronous في induction motor احنا هنشرحه في المحاضرة دي بجانب حاجات تانية. احنا هنشرح components of induction motor، نشرح operation principle، هنشرح يعني ايه synchronous speed ويعني ايه slip، هنشرح active flow power والتورك سبيد كيرفز بتاعته. كل ده ممكن نشرحه في الفيديو ده او هنقسمه على 3 فيديوز. اول حاجة what are the components of induction motor. زي اي ماشين في ستيتور وفي روتور. الستيتور اللي هو الجزء الثابت والروتور اللي هو الجزء المتحرك. الستيتور ده بيبقى ستيل فريم ومن جوه هولو على سلندر عشان يقدر ياخد الجزء بتاع الروتور جوه. بيبقى جوه محطوط فيه سلوتس عشان اقدر احط فيها الوايرنج اللي هيتلف بيه. الروتور بيبقى محطوط من لامينيشن شيتس متلزقه في بعض، وبيبقى موجود جوه ايه الروتور سلوتس. الاي سي ماشين عكس الدي سي ماشين. الاي سي ماشين الفيلد بيبقى في الروتور، تمام، هو ده اللي بيعمل اكسايتيشن. الدي سي ماشين بيبقى في الستيتور، السبلاي بيبقى هو الستيتور عكس الدي سي ماشين. الروتور كان بيبقى هو ايه السبلاي. الروتور ممكن يبقى معمول بطريقتين، يا اما معمول بكونفنشنال وايندنج زي الدي سي ماشين، يعني في سلوتس وفي واير كوندكتور ملفوف حوالين السلوت وبندي كهرباء للواير فيعمل ايه induced magnetic fields، او بيتعمل بالسكوارل كيج. سكوارل كيج ده بيبقى حاجه صمتة واسمه سكوارل كيج على تسميه قفص السنجاب. قفص السنجاب او الهامستر ده معروف، اللي هو بيبقى زي ويل كده اهو، بيقعد سنجاب يلف جوه وبيعمل زيها. بيبقى مكون من كبر بارز اللي هم دول، تمام. كبر بارز دول متوصلين ما بين تو سيركل برضو مصنوعين من الكبر، ملحومين في اخر كل حته. جوه بيبقى مصبوب زي كاست اوف المونيوم عشان يتولد جواها ايه الماجنتيك فيلدز. الروتور بيبقى معمول له وايندنج بثري فيز ويبقى متوصل على سليب رينجز. دول السليب رينجز، جميل. الروتور وايندنج كونكتد تو 3 سليب رينجز. دي كل رينج عليه براش عشان اقدر اخد منه باور او اديله باور بتاعته. السليب رينج او براش دول بيقلوا اكسترنال ريزيستور تو بي كونكتد، اللي هما الاكسترنال ريزيستورز دول. والاكسترنال ريزيستورز دول بيبقوا موجودين عشان يقللوا الستارت اب كرنت او الستارت اب رانينج كونديشنز. يعني بتبقى الكرنت عالي في الاول فبيبقى بناخد كل الريزيستنس دي، جميل، فالريزيستنس دي تبتدي تقلل الكرنت اللي داخل، وكل ما يلف المؤشر يروح للريزيستنس اقل 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 لغايه لما تبقى بكام، بزيرو، ويبقى الكرنت هو العادي.
زي ما قلنا ان هو بيعتمد على ماجنتيك فيلد لوز اللي هي فاراداي لويز اللي هي متعرفه ب اي بتساوي بي ال في. دي احنا درسناها في الدي سي ماشين فاحنا مش هنقولها تاني لان احنا شرحناها قبل كده وخدنا عليها اكزامبلز. الانديوست فولتج بروديوس كارنتس، جميل، سيركليت في اللوب، فبالتالي من الكارنتس دي هيتولد ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده اول ما يتولد نقدر بعد كده نوبريت الموتور عندنا. طيب الاندكشن موتور بيشتغل ازاي؟ الجزء اللي بره ده اللي هو الستيتر، جميل، واللي جوه ده بيتحط فيه ايه؟ الروتور. بيبقى محطوط على 3 فيز وهو ده اللي بيخش له باور، بيخش له من 3 فيز، فيز A بالشكل ده، تمام، بعديها ب 120 درجة في فيز B بالشكل ده، بعدها ب 120 درجة في فيز C بالشكل ده، سوري، فيز C بالشكل ده، وما بين كل فيز والتانية 120 درجة. يعني دي البوزيتيف بتاع فيز A وده النيوترال بتاعها، وده البوزيتيف بتاع فيز B وده النيوترال بتاعها، وده البوزيتيف بتاع فيز C وده النيوترال بتاعها. لو تلاحظ النيوترال كله متوصل ايه ببعضه، لكن كل فيزة ليها الانبوت المختلف بتاعها. جميل، اللي بيحصل بقى ان احنا بنوصل AC سيجنال لكل فيز شيفتد برضو عن بعض كام؟ 120 درجة. ازاي؟